اهلا بيكم يا جماعه. النهارده هعمل اول روتين في المطبخ، وهنقعد نكركب، هنلم الكركبه اللي هناك دي، هظبط الدنيا اللي هناك دي واغسل بقى وكده ونجرب. يلا بينا نبتدي، واللي اول مره يشوفنا يشترك في القناه ويفعل الجرس ويعمل لنا لايك. هنبتدي بايه ولا ايه الاول يا جماعه؟ انا رايي ابتدي من الحاجات اللي هناك دي. مضايقاني شكلها. يلا بينا نروح نبتدي بهكذا الكركبه. ما علينا، نروح للحوض نغسل. انا ناوية الكعب مش عارفة ايه. انا بغير بالصابون يا جماعة، والله طبعا بغسل مرضى لسه ما غسلت، بس هغسلها. طبعا بقى هروح شايله دي هناك. يلا بينا نروح لهناك تاني. طبعا هروح اشيلها بالدرفه دي. طبعا شلتها على اظن الحاجات دي هشيلها في الثلاجه يعني. معلومه تعالوا، مفيش مكان اشيلهم فين يا هدي؟ عند رأي اشيلهم فين؟ مدير تحط في التلاجة يعني ولا حاجة؟ طب انا ذكية احاول ان انا افضي مكان يعني يا جماعة. فضيت المكان وشلت الكيس، هنرجع تاني للجنب اللي هنا. طبعا هظبط الجنب ده كله هكذا الطبق. ناقص بقى يعني هشيل بقى المواعين كلها عشان ما نفضلش احنا جايين على المكان ده. اخد كده دي الطبق، الحاجات دي هرميهم. هاخد دول جواهم لب، اللب هشيله، وفي الاخر هبقى اعمل اللي هي عايزة اللي في المطبخ. هغسل دول وبعدين هعمل الصينية، وبعدين احط دراية جنبه وانضف المطبخ علشان عليه حبة حاجات كده فكده يعني. استنوا هجيبكم يا جماعة، هجيبكم للحوض تاني. اللي انا هعمله اني هجيب الكوباية دي عادي يعني يقع في الارض عادي، اني هشمس الارض بتاعت المطبخ. بس اكيد يعني هغسلهم بالصابون، بس انا هصغرها شوية بالصابون. ابتدي اغسلهم بالطريقة دي. حطها فوق تتصفى كده مع الكوبايات اللي فوق، مع من دي كمان، ناقص كده الطبق والصينية والمعلقة بس. بعدين هنرجع نشيل الصينية ونخد المطبخ. المطبخ يعني مش مكرتب لدرجة مكرتب. وهبقى المرة الجاية هعمل لكم روتين في أوضتي يا جماعة، هعمل لكم الروتين ده في أوضتي المرة الجاية.
الصينيه حطها هي والمعلقتين واغسلها واحطها مع الصينيه دي. يعتبر تلات معالق اخدهم على مره كده واروح بعد ما اخدهم كده اروح اعملهم كده مره واحده وخلاص هيكون كل الحاجه اللي خلصت. وهبقى بعد ما اخلط بعد ما نضف النضف من فوق هعمل صوص عشان يجيب فيه ريحه الهبل. يلا بينا نروح للمطبخ هنشيل الصينيه. هشيل الصينية طبعا زي ما انتوا عارفين هشيل الصينية. ثواني نروح هنفضها وعليك. طبعا عملت الصينية في حاجة واحدة يا جماعة بتطلع بصوت مزعج قوي كده. طبعا يا جماعة في حمص الدلق هنا مش عارفة انتوا شايفينه زي تلاقيه في حاجات هنا اهو هناك هو مش عارفة مش باين ليه بس انا علينا هلمه واحط المنديل دي في مكانها. هنا يا جماعة بس هنجيب البتاعة وارمي بيها يعتبر نطفت حاجة على الأرض بس طبعا يا جماعة طبعا قصيرة فلازم أشيب زي ما انتوا شايفين كده هشيب علشان أحاول إن أنا أجيب كل دول وأحطهم في ايدي وانزلهم بالفرقة كده اللي كانوا على المطبخ. ناقص كده اني هعمل المطبخ بتاع دي عشان لو كان في حاجة مثلا ملزقة او كده في حاجة هنا المطبخ. وهبقى اعمله بالسرقه يا جماعه اهو هعمل الحته دي كده اهو عملت منها شويه اكمل بقى من هنا كده عشان كان في حاجه هنا كده ماسكه مش قادره تطلع قلت هعملها بالصابونه بالليفه دي وكده يعني مش عارفه انتوا شايفين زي ولا لا. ما علينا هروح ماسكاها بالخرقه بقى وعامله كل اللي انا عملته هناك ده كده همسك الخرقه وارجع لهناك تاني علشان اعمل الحاجات دي بالفوطه اهو ابتديت اعملها بالفوطه زي ما انتوا شايفين وجيت لقدام المكان اللي هناك ده اللي عملناه وهعمله برده لسه المكان التاني لسه الحته التانيه اللي الرخامه في المطبخ متعملتش في حاجه لازقه هنا مش عارفه اطلعها يا جماعه بس ما علينا حبه ميه بس طبعا اول حاجه لازم تعملوها تكون البتاعه دي تكوني حاطه فيها حبه ميه علشان لو ما حطيتيش فيها حبه ميه البتاعه دي هتلزق فانا هروح احط فيها حبه ميه واعمل الجنب التاني بس ما بعصرهاش قوي يعني بساعدها على الحته دي عشان دي حاجه هنا ملزقه مش عارفه اطلعها يا جماعه
بس انا هعيدها على الحته اللي هناك دي عشان في حته ملزقه هنا مش عايزه تطلع. بصوا حاولت معاها كتير مش عايزه تطلع. ما علينا يعني. طبعا هروح اعملها بالفوطه اللي كانت معايا اللي هي البامب دي، هروح اعمل بيها الحاجات دي. بس هودي دي هنا وهرجع تاني من اول هنا كده من اول هنا وهبتدي بقى مسح تاني. ما علينا. مسحت بقى الرخامة في الحتة اللي انا واقفة عندها دي، وهنكمل طبعا في الجنب ده. فهجيب لكم الكاميرا كده عشان تشوفوا وانا بعمل. هلا انتوا شايفيني؟ والله حاسة ان انتوا شايفيني يا جماعة. احلى حاجة ان المطبخ مش مترتب قوي، عايز تمييز، والحتة دي كانت ملزقة يعني، ف قررت اني هعملها برضه بنفس الطريقه اللي عملتها هناك، وحطيت ميه بس ما كترتش. ما تكتريش وانت بتحطي ميه، دي اهم حاجه لاني هتلزق الرخامه. طبعا هتلزق الرخامه. بصها من الجنب ده كده. انا وقفت هنا كده ادبدوب. هو اروح اودي دي في الحوض وهمسح دي التاني زي ما عملت هناك. طبعا هبتدي دلوقتي اني همسح المكان ده كده اهو. ابتديت امسحه واخدته على مرة واحدة بس اللي هناك بس اللي بعمله كده. انا عملت الرخامة، عملت الرخامة كلها اهو نسبة الماء. ما فاضلش كتير الارض، فمش عارفه اصور لكم الارض فين ازاي، بس ما علينا هحاول يعني. هروح اركن دي زي ما كانت مركونه هناك، وبعدين هرمي. الله انا بحب البلالين دي. بصوا بتبقى عامله ازاي يا جماعه، تبقى صغنونه وتقعد تعمل فيها كده اعصابك. ايه انا كل ده بحكي معاكم في البتاع دي وما كنستش الارض. ما علينا يعني، انا بحب الحاجات دي قوي عشان كده السبب مش هرميها. طبعا هودي ده هناك عشان تعرفوا انكم تشوفوني وانا بكنس هذا الارض. انا عايزه ابين لكم الارض وفي نفس الوقت ابين لكم اهو كده الارض باينه. همسك دي معايا، بس انا هجيب اللي هناك قدام عشان هناك عند السيراميك اللي هنا زي، وانا جايبه مقاس الجاروف اعمله. يلا بينا نبتدي كمان. هو المطبخ برضو مش مترتب قوي يعني زي ما انا كنت فاكرة يعني. كان فيه بس حبة الكركيب اللي على المطبخ هناك دي شربتهم. الجو حر يا جماعة، بجد حر حر قوي في المطبخ. انا ما بحبش المطبخ بسبب كده، مين بيخش المطبخ وبيتحرر؟ انا طبعا المطبخ حر جدا وكده يعني جان. انا مش بحب ان انا اخش المطبخ بتحرك بسرعة. انا دلوقتي هلقنا وناخد المخيط الزبادة برضه ومن هناك اللي على السيراميك اللي هناك اللي عند الحافظة ده، الحتة اللي انتوا شايفينها هنا وقع فيها حاجات كتير، فمش هكنصها بزيت للأسف عشان مش هعرف اكنصها بزيت. هكنصها بالمقشة والجاروب برضو، هقعد على الأرض واكنصها. طب أنا كنصت الأرض وبقت فضلة، بس التوكة دي اللي مش هحط منها برضو هحطها على جنب هنا. معرفش معرفش ايه اللي جابها المطبخ، بس ما علينا يعني. بصوا الكراكيب اللي بقت تحتية، هذا الكراكيب هنا كده
بس يعني وبس يعني فما علينا. حاسة ان في حاجة هنا مش مظبوطة النهاردة، ننسى. هحط دي على جنب وهجيب المقشة والبلوف، بس مش عارفة استعمل الزجاج ولا القماش. هو المقشة والجاروف، جبت المقشة والجاروف. هكون بقى اللي تحت ده، فهوريكم الدنيا هنا تحت. هو الدنيا هنا تحت يعني، فانا هيكنسهم بالمقشة والجاروف. بقى مش عايزة تخش جوه. ماشي يا التالت. متروحش هناك، ببعده من هناك، لان هناك عملت الدنيا يعني. ده هما هنا بس المشكلة دي، فانا بعمل الدنيا دي. شايفين كده كنستهم اهم، هروح ارميهم بقى في الزبالة. هروح ارميهم في الزبالة. بس ما فيش اي حاجة تاني. صح، قلت اللي انا هكنس الجنب ده وانت هنساه يا جماعة. فما علينا، هروح اكنسه. الإضاءة فيه حاجة. هكمل بقى في الحتة اللي في الأرض دي، وهحاول إني برضو أنزل التليفون زي ما انتوا شايفين. وهكنس ايه ده، في حاجة لازقة على الأرض جامد يعني، بس مش عارفة مالها. عايزة تخلص؟ طبعاً خدت اللي على الأرض ده وهكنسه عشان تاني نازل تحت المطبخ. كنست أهو، جبت السجادة كده عشان لو في حاجة جت تحت الحفظة. نظفت المطبخ وخلص الدنيا في المطبخ. بصوا بقى، هغسل الحوض زي ما انتم شايفين. هغسل الحوض كده، فهنيجي كده عشان هغسل الحوض. هغسل ده واشيل المقشة في الجاروف الأول. لو شفتوا اللي بيحصل ده هتتصدموا زيي، فأكيد يعني. فالدنيا دي فيها، هجرب. الدنيا ضلمت شوية، سوري، عشان كان في طبعا يا جماعة يعني. طبعا يا جماعة هوريكم اللي في الحوض. هكذا الكركبة اللي مش عجباني، دول الجنب دول مش عاجبني بصراحة يعني. فانا عشان كده همسح، هغسل الحوض وهوريكم انا بغسل. اول حاجة هنزل حاجات دي في هنضرب الجزعة دي عشان ما يصيبش اي حاجة او جنب حاجة يعني. مثلا
طبعا شلت اللب ده. طبعا هوريكم اللب كله اللي كان في البتاع. بصوا اللب قد ايه، هروح افضيهم في الزبالة. طبعا فضيتها اهو، فهحطها تاني. طبعا بقى هروح دلوقتي جايبة دي وهغسل بيها الحوض، هغسله. انا بحب طبعا الانضف، واحلى حاجه في البدايه دي عشان تجيبيها كده وتقدري تتحكمي فيها وانت بقي تغسلي الحوض او في اي حاجه. لكن في البدايه دي تفضلي تجيبي كده او ترشي باي حاجه، فاحلى حاجه في دي. طبعا هروح دلوقتي نشيلها من فوق، نسيت اغسل دي بس همسحها بعد ما اعمل شايفين بتحسن ازاي اهو. بقى نشوف كده يعني مثل ما اجي ادوس كده بس يعني انا نسيت الجنب ده، انا هوصف الجنب ده منين. طبعا خلصت الحوض وكده خلصنا كله كده. ولو عجبكم الفيديو تاني، لو عجبكم الفيديو انزلوا اكتبولي في الكومنتات ان انا اعمل واحد تاني.